سيغ ملي كيعطيك شي واحد ايفي ولا شيك وما كيدوش راه العمليه مهم. بلا ما نهضروا في هادشي دابا باسكو هادشي غادي في لا بروسيدور مع المحامي. مي الحمد لله غادي كتحل القضيه، باقي شي حوايج خصو نتقادو كنتمنى الخير. انا حسيت براسكم تشمتنا. لا ماشي تشمتنا، ماشي تشمتنا، ضربنا تمارة بيس حق ضربنا تمارة، خدمتنا راه فيها بزاف ديال التمارة و ماشي الشمتة، هي غير هي قلة الاحترام لهذا الميدان الفني اللي حنا كنديروه بكل حب واللي حنا كجينيراسيون ديالو دابا بغينا، ما كرهناش ان المغرب ديالنا كما قلت للاصدقاء ديالكم، المغرب ديالنا غادي كيتطور على بزاف المجالات، لا رياضيا ولا ثقافيا ولا كوموند، كل شيء تقريبا غادي كل شيء كيتطور، الوغ ما كرهناش اوسي حتى حنا الفن ديالنا في بلادنا يكون غادي وكيزيد القدام ونطوروا ونزيدوا القدام، ما نبقاوش واحدين في واحد الفيتويتي اللي خصنا نكونوا ديباسيناهم، اللي هذا خصو يتخلص ولا هذا ما خصوش يتخلص، خصنا نزيدوا نفكروا في الابداع والانتاج وبزاف د الحوايج، فهمت؟ كنتمنى لهم الصبر، كنتمنى لهم سنة سعيدة ومليئة بالحب وبالنجاحات وبالاشتغال وبتطوير الذات، وأنهم يدوزوها مع أقرب الأشخاص لقلوبهم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.